يا صباح الخيرات والفل والورد والياسمين. انا بقالي كتير ما طلعتش لايف، معلش، بس هقول لكم كده بعض المعلومات السريعه. انا كان عندي كورس اسمه الطاقه الحيويه والشفاء الذاتي، فالكورس ده دايما بكون فيه مركز قوي مع طاقات الناس اللي موجودين معانا، والهدف بيكون ان انا انظف اكبر كميه ممكنه من الطاقات السلبيه عندهم، فده بيعمل اجهاد شديد قوي بيخلي الواحد يكون يعني محتاج تركيز على نفسه شوية ومحتاج تركيز على طاقته عشان يبدأ يستعيد التوازن مرة تانية، وفي نفس الوقت عشان ما يضرش حد من المستمعين أو اللي بيتابعونا يعني. فأنتوا وحشتوني جدا والله العظيم، ومشتاقة لكم، مشتاق لكم. أنا الآن في تونس، خلاص النهاردة آخر يوم، وبحب دايما في الصباح الباكر كده اصحى علشان استمتع بجمال الطبيعه، اعمل التسبيح بالحمد بصوره بسيطه، وانا هشرح لكم ان شاء الله الرحمن في حلقات ملفات ازاي تعمل التسبيح بالحمد وتستمتع بهذه النعمه اللي ربنا مديها لنا اللي تخلي كل حياتك جنه. بصوا المنظر ده كده، الشمس دلوقتي خلاص يعني شويه وهتشرق من تونس الخضراء، وانا يمكن من كتر ما انا بعشق البحر وبشكر ربنا من قلبي عليه، فدايما كل سفرياتي وشغلي في الغالب يمكن 90% من سفرياتي وشغلي بكون مقيم فيها في اماكن جنب البحر. الانسان اللي بيكون دايما يعني مركز قوي على النعمة اللي ربنا مديها له ومستمتع بيها وبيحاول يستفيد منها استفادات تفيده في حياته، بتلاقي ربنا بيرزقه دايما بانه يكون قريب منها ومستمتع بيها. عايز اقول لكم معلومه دلوقتي، بما ان انا في الصباح دلوقتي وقبل شروق الشمس، اقوى الطاقات في الكون، لان الطاقات في الكون ليها كذا حاله انجاز التعبير. اول حاله هي الطاقه الزمانيه، دي حاله من الحالات، طاقات متعلقه بزمان معين او بتايم معين بوقت معين، وطاقات متعلقة بأماكن، وطاقات متعلقة بوعي. حالة وعي أنت بتكون عليها تلاقي الطاقة متأثرة بيها تأثر شديد. فمن ضمن أقوى الطاقات الزمانية هي قبل شروق الشمس، قبل شروق الشمس وقبل الغروب. خليني أقرب من البحر شوية كده، مش عارف، انا هحاول اقرب، لو الصوت بتاعي مش واضح عرفوني. فمن من الطاقات الرائعة طاقات قبل شروق الشمس. الطاقات دي بتكون طاقات يعني لو اتكلمت ببساطة شوية كأنها طاقات فاضية، طاقات مليانة وعي ومليانة قوة توجيه. كل اللي مطلوب منك انك تحط النوايا اللي انت عايزها خلال هذا اليوم، وكل جنود الله في الارض هتكون بتسعى تدريجيا لايصالك لهذا الهدف. يعني عارف بالظبط، كأن في، تخيل مثلا واحد عنده سيارة، بس السيارة دي بتتحرك بقوة دفع. الاول قولي كده، صوتي واضح دلوقتي مع صوت البحر ولا مش واضح؟ صوتي الان واضح، سامعينه كويس؟ يا صباح الخيرات عليكم جميعا، هنا وعبده، الهام وتوبة. بس ريت بس قولي صوتي واضح ولا لا، عشان لو مش واضح ابعد شوي. اسامة اهلا بيك، واحمد، سالي اهلا بيكي. واضح كويس؟ طيب اشكركم شكرا جزيلا. هعيد بس كلامي عشان مهم قوي تكونوا مستوعبين ومتخيلين الفكرة. تخيلوا دلوقتي ان انتوا كل واحد فيكم عنده سيارة، والسيارة دي، او بلاش سيارة، كل واحد هيصحى الصبح وفي اوبشن معمول في الدولة ان في حد هيكون دوره انه يزقك. انت بس محطوط مثلا على عجلة مثلا، او على حاجة متحركة ليها عجل، انت مطلوب منك تقعد تحط رجل على رجل وتحدد انت عايز تروح فين، وفي اشخاص
موكلين ان هم يزقوك ويدفعوك بقوة علشان ما تتعبش ولا ترهق. المهم الناس دي بتتحرك كل يوم وبتعمل دفعة قوية وبيفضلوا يتحركوا ويزقوا الناس لغاية ما الشمس تطلع. اول ما الشمس تطلع خلاص بيكون كل الناس اللي بيزقوا خلصوا اعمالهم ومنطلقين دلوقتي في نص الطريق. فاللي بيبقى صاحي بقى او رايح بعد ما الشمس تشرق يتحرك لاهدافه بيبقى هو اللي مطلوب منه، هو اللي يجري وهو اللي يتعب وهو اللي يبدأ يستنفذ من طاقته علشان يحقق الهدف. في الطريق بقى الانسان اللي كان صاحي بدري وخد الدفعة دي مع ناس معاهم طاقة ومعاهم قوة تفضل زقاهم موصلاهم لغاية قبل غروب الشمس. ده اللي بيحصل قبل الشروق وقبل الغروب. عشان كده في المفروض اعمال انت بتعملها كانسان عشان تعيش سعيد، وقت الاعمال دي من الشروق للغروب. وفي اعمال تانية نفسية بقى مهمة جدا تكون بتعملها عشان تبقى سعيد، وقتها من الغروب الى الشروق. الاشخاص اللي بيقوموا بالدفع او بيقوموا بان هم بيساعدوك على المضي قدما، اللي بيعملوا حاجات من الصبح بالليل مختلفين تماما عن الاشخاص اللي بيعملوا حاجات من بالليل للصبح. انا بحاول ابسط قدر الامكان عشان تبقى صورة واضحة. الافعال المتعلقة بال، يمكن ان شاء الله انا هسجل بعد حوالي نص ساعة كده لما الشمس تكون طلعت والاضاءة بقت كويسة، هسجل حلقة من حلقات الفيديو الجديدة، اتأخرت عليكم فيها معلش. ولما اكون في دبي باذن الله هسجل الحلقة رقم 4 من حلقات ملفات، وبجهز دلوقتي الحلقة رقم 5 هتكون قوية جدا 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 ان شاء الله. ده وعي اني ده وعي او ده نيتي اللي عايز اعملها، ان الحلقة رقم 4 قصدي رقم 5 هتكون قوية وبداية قوية جدا، وهجاوب فيها على اسئلة من اهم اسئلة الحياة اللي الناس المفروض تكون واعية ليها ومنتبهة ليها. وهتكلم بعدين بقى في السلسلة دي ازاي ان انت تبقى فاهم طبيعة العمل اللي المفروض يتعمل من شروق الشمس الى غروب الشمس، وفاهم طبيعة العمل اللي المفروض يتعمل من غروب الشمس الى شروق الشمس، لان النوعين من الاعمال مختلفين تماما. اذا ما عرفتش تعمل هذا التوازن ستفقد المتعة في الحياة. ما انا عمال ابسط والله قدر الامكان، بس انا لان الوقت عندي عايز اعمله في حاجة، يعني في خطة اعملها النهاردة كده، فانا قلت اخليكم شوف تستمتعوا بموج البحر. ثانية واحدة، شايفين عيشوا اللحظة واستمتعوا بشكل الموج. من ضمن اكبر الدروس في عيش اللحظة هو انك بتستمتع بانك بتبص على الموج وبتبص على المية من غير ما يبقى في اي هدف انت عايز تعمله، انت بس مستمتع وعايش اللحظة وبتتأمل شكل المية وهي بتنطلق. خليني بقى احاول كده اضيف شوية متعة على بعض الحاضرين. يلا مين عايزني اكتب اسم بلده؟ مين عايزني اكتب اسم بلده على المية دلوقتي؟ اسم بلده مش اسمه هو، اسم بلده. نشوف المية وهي ماشية عليه عشان نعمل عيش في اللحظة بمتعة وبروقان. يلا اول بلد هشوفها دلوقتي، اول مرة اول بلد هشوفها دلوقتي قبل ما اوكي. يلا انا كتبت الدمام دلوقتي اهي، طبعا خطي حلو ما شاء الله. خلينا نخليها اسم دولة مش اسم بلد. حلو، المغرب جت بعديها مصر. حاضر، هكتب المغرب ثم مصر. خلينا اكتبها قريب هنا عشان نشوف الموج هو ماشي عليها. كده
المغرب. خليني هكتب مصر دلوقتي. شوفوا انا متعمد اعمل حاجات بسيطة بس تخليك رايق ومستمتع. في ناس ممكن تكون بتتفرج دلوقتي تقول شوف انا هكتب مصر دلوقتي وهنستنى لغاية لما المية تيجي عليها. ايوة اللي انا بعمله دلوقتي ده من ابسط الحاجات اللي ممكن تعملها، بس انت قاعد مستني المية تيجي عليها وعمال تتأمل اللي عمال يحصل ومستمتع بأبسط ما يكون. طيب خليني اكتب العراق. ادي العراق. استمتعوا. اللي عايز اقوله ان شوف انت بتكتب كلمة اهي حاسس فيها انك مستمتع باسم بلدك موجود، وفي نفس الوقت قاعد تتأمل وشايف المية وهي جاية هتعمل ايه في الكلمة. مين يقول لي المشهد ده؟ يعني في دايما جملة بحب اقولها دايما للناس، ان كل الامور المادية اللي ربنا خلقها لنا لما نتأملها هنقدر نشوف بيها الاشياء الغيبية اللي ممكن تكون مش واضحة في اذهاننا. ادي كلمة العراق اهي. اللي عايز اقوله دلوقتي ان كل الامور الماديه اللي ربنا خلقها، بصوا الميه رايحه جايه دلوقتي، الميه اهي كانت على الكلمه ورجعت تاني. مين بالمنظر ده يحاول يستفيد حاجه من قوانين الحياه؟ بكرر دايما الحاجات اللي ربنا مديها لنا ماديه مرئيه اللي بيتاملها وبيتفكر فيها بيستفيد معرفه قوانين كتير من قوانين الحياه. مين بالمنظر اللي هو شايفه ده يطلع قانون من قوانين الحياة؟ أنا كتبت المغرب، كتبت مصر، وكتبت العراق. خليني أكتب فلسطين. حاضر. أول ما كتبتها المية جت عليها ثانية واحدة. كتبت كده فلسطين. خليني ايوه. اول جمال ما شاء الله عليك. اول فايدة عايزين نعرفها ان مفيش شيء في الكون بيدوم. يعني انا كتبت فلسطين اهو، مستمتع بكلمة فلسطين، استمتعت وانا بكتبها مش بعد ما خلصتها، وفي نفس الوقت مش عايز اخليها تفضل موجودة. المية هتيجي، الزمن هيعدي، هتندثر، وهيجي حاجات تانية وناس تانية بتعمل حاجات تانية زي ما في مئات الحضارات اندثرت قبل كده. فما تبقاش دايما مهتم بالحاجات اللي انت هتملكها او بالماديات. بصوا ما هتعمل ايه دلوقتي. خلاص لو انا مركز بقى على الجملة ومركز على الكلمة ومركز على النتيجة هبقى قاعد متضايق ومخنوق وتعبي راح واللي انا عملته حياتي راح. اللي مش منتبه للقاعدة دي بتلاقيه دايما مركز على النتائج، فدايما طول حياته عمال يحافظ على الحاجات اللي عمال يكتسبها. طول حياته عايش في دور الإله اللي عمال يحمي، فبيعاني كتير في الحياة. الإنسان اللي عايش اللحظة وهو بيكتب الكلمة مستمتع، وهو مركز على تفاصيل بسيطة بيعملها مستمتع، ومستمتع والكلمة بتتشال. خلينا نكتب الجزائر. يلا مين يطلع استفادة كمان من اللي بيحصل دلوقتي؟ الجزائر. ادي دولة الجزائر. خليني احط النقطة بس عشان تبقى واضحة.
يلا مين يطلع معلومة تانية مفيدة نستفيد منها في الحياة من العمال يحصل دلوقتي. أيوة أنا دلوقتي خلصت هدف كان اسمه مصر، وخلصت هدف كان اسمه المغرب، وخلصت هدف كان اسمه فلسطين، خلاص خلصتهم وسبتهم ومركز في هدف تاني اسمه الجزائر. وبالتالي الحياة عبارة عن سلسلة من التفاصيل، سلسلة من الأهداف. أنت مستمتع وبتحاول تعمل الهدف، رايق فيه، خلصته خلاص سيبه، عملت اللي عليك، ابدأ شوف حاجة تانية. وهي حياة سلسلة لا نهائية. عشان كده يمكن اللي قرأ الكتاب بتاع الخيميائي أو الألكيميست بتاع تقريبا باولو كويلو بيتكلم إن السر في المتعة هو السعي، وهو الطريق نفسه، وهي الرحلة نفسها، مش النتيجة اللي انت عايزها، مش الكنز. الكنز بتاعك الحقيقي هو في سعيك وتعلمك وتطورك. انا دلوقتي وانا عمال اكتب اهو ممكن اكتشف طريقة اعملها بحيث اخلي المية ما تأثرش، ممكن احط حاجات معينة على المية، ممكن اقعد اكتشف وانا مستمتع وفي نفس الوقت عارف ان كل ده هيروح، فانا مستمتع بالنتيجة، بالسعي اقصد. انتوا عارفين ان معظم الناس اللي عايشين في اكتئاب او اللي مخنوقين تلاقيه بيقول طب ما كده كده كله هيروح، انا بعمل ليه بقى؟ لانه مركز على النتيجة. فده رغم ان المعلومة دي مفيدة وبتخليه سعيد، بتخلي الناس سعيدة، نفس المعلومة الانسان لما يتناولها بمنظور سلبي بتخليه تعيس. تلاقيه بيقول ما انا كده كده هفضل هكبر، هدخل الجامعة، هتجوز، هخلف، هموت وهيموتوا، هشتغل ليه بقى؟ طب ما اروح اموت نفسي احسن. لكن لانه مركز على النتائج. لكن لما يكون مركز على الهدف ومركز على الفعل، شكل الجزائر ربنا مبارك فيها ومطوله ايه. لما الانسان يكون مركز على السعي اللي بيعمله وفي نفس الوقت مش منتبه للنتيجه، وانا عمال اكرر فيها كتير لان معظم مشاكل الناس ارتباطهم نتيجه. يعني لو عايز يعني ايه رايكم لو قلت لكم مثلا ان التوتر والقلق والرعب والحزن والضيق وحالة العذاب كلها مرتبطة بالنتائج. لو جيتوا تبصوا على الحزن هو ايه، هتلاقي الحزن ان انسان زعلان علشان نتيجة ما عادتش موجودة، كان في حد في حياتي اختفى، نتيجة اهي اختفت، كنت مثلا حاجة عايزها توصل نتيجة معينة ما حصلتش بالنتيجة اللي انا عايزها. كل الحزن هو ارتباط بنتيجة، والماضي كانت نتيجة ما كانتش زي ما أنا عايز. وكل القلق وكل الخوف وكل الرعب معناه إن إنسان متعلق بنتيجة عايزها تحصل، فمرعوب إنها ما تحصلش، ومرعوب إنها ما تجيش زي ما أنا عايز، أو مرعوب إنه يفقد نتيجة حالية موجودة. إيه رأيكم بقى لو ركزنا بتأمل كده هتلاقي آلام الناس وعذابهم في الحياة مرتبط بارتباطهم بالنتائج. والمعلومة اللي عاوزكم تبقوا واعيين ليها إن ربنا سبحانه وتعالى لا يمكن يحاسبنا على نتيجة، لن تحاسب، وأنا بقولها بقوة وتأملوها بوعي، لن تحاسب على أي نتيجة أيا كانت، وإنما أنت تحاسب على السعي. استمتع السعي، ربنا أمرك فيه بالإحسان، أمرك بالتتقن تجمله، وقال لنا حتى في القرآن وأن ليس للإنسان، أنت ملكش إلا ما سعى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. فشوفوا احنا قاعدين دلوقتي عمالين نتفرج نبص على البحر، وأنا مركز حتى على حتة، شايفين الحتة الصغيرة اللي ظاهرة قدامنا دي، أنا مركز الكاميرا عليها، ومع ذلك هتلاقيها ممتعة. هتركز الكاميرا على جزء تاني هتلاقي نوعية المتعة بقت مختلفة. شوفوا لما نقلت الكاميرا كده نوعية المتعة وشكل المتعة وشكل التفاصيل بتاعتها أصبح أكثر ممتع. طيب خدوا المفاجأة دي، لو بصيت كده هتلاقي المتعة عمالة تحلو وتعلى، لكن لو بصيت كده هلاقي حاجات لونها وحش في الأرض وزبالة في الأرض. الكون كله عبارة عن كده، الكون كله عبارة عن مئات الآلاف من المناظر اللي لو انت بصيت فيها في كل اتجاه هتعرف تطلع متعة وروعة وحاجة جميلة من كل اللي انت محيط بيك. شايفين المنظر هنا بقى مختلف ازاي ونوعية المتعة وتفاصيلها اختلف. في ناس بقى سايبين كل المتعة، بصوا حتى لو بصيت كده
متعة مختلفة. لو بصيت كده متعة مختلفة. في ناس بقى سايبين كل المتعة اللي ربنا مديها لنا وعايش مركز كده وطول حياته، ايه القرف ده وايه الزبالة دي، مين اللي رامي دي، مين اللي عامل ده. وفي ناس لما يبدأوا يبصوا، يعني بصوا لو ركزنا مثلا، بصوا المثال ده كده، لو ركزنا على، شايفين الزبالة اللي هنا دي حجمها قد ايه بالنسبة للمشهد ده كله؟ حجمها بسيط، وكل ما ركزت ووسعت الصورة بتاعتك اكتر كل ما حجمها بقى اقل. كل ما ركزت ووسعت الصورة اكتر كل ما حجمها بقى اقل. في ناس بقى سايبين كل النعم اللي ربنا خلقها في الكون وتلاقيه عايش كده. هو فين الخير اللي في الدنيا؟ هو فين النعيم؟ الحياة كلها جحيم، مش شايف اللي بيحصل هنا، مش شايف ده، مش شايف ده، بص ده منظر، ايه القرف ده، هنا دود، هنا قرف، هنا مصايب. وممكن يقضي السنين كلها في حياته بيبص على الحتة دي بس، وما يعرفش ان الكون فيه كل ده، ما يعرفش كل ده. وبالتالي النقطة المهمة اللي لازم تعرفوها، اذكر مرة كان في واحد جاي لي في جلسة من الجلسات وبيقول لي انا عايز اعرف هو ليه الظلم اللي في الدنيا، ايه الظلم ده، وليه مفيش عدل، وليه الناس كلها عمالة تموت والدنيا كلها فيها قتل ودم واطفال بتموت كل يوم. قمت فاتح له خريطة العالم وقلت له خريطة العالم كلها قدامك اهي، حدد لي مين الناس اللي بتموت وفين المناطق اللي فيها ظلم وفيها ألم. كانت مفاجأة بالنسبة له ان حدد بعض المناطق. قلت له بقى بص بقية الكون كله وبقية العالم وبقية الدول، هقول لك مفاجأة بقى. في زمن ما لما كانت الناس بتظلم والناس ماشية بالغل وماشية بالحقد وماشية بلا أخلاق، كانت العذاب والآلام والحروب موجودة عندهم في المنطقة دي مثلا من الكون. الناس دي اتعلمت ووعيت وبقى عندها معلومات وبقوا بيسعوا الآن لإحداث طفرات في الأرض بالعلم والتطور، وناس تانية في مكان تاني في العالم بيدعوا بالبطاقة ان اسمهم مسلمين اصبحوا كلهم غل وكلهم حقد وكلهم لا اخلاق وكلهم كذب وكلهم نفاق. فانتقل العذاب والألم والأمراض والجحيم من الدول دي الى الدول دي. لما الناس دي تفوق وتبقى فاهمة ان الاسلام ده مش كلمة في البطاقة ولا جمعية هتدخلها، وانما هو سلوكيات وافعال انت بتعملها كلها سلام ليك وللمحيطين، لما الناس تسلم من لسانك وإيدك القريب قبل البعيد واللي بتختلف معاه قبل اللي متفق معاه، هيبدأ النعيم يحل في العالم اللي انت عايش فيه. النقطة المهمة جدا بقى والمفيدة جدا جدا، ان الانسان اللي بيعيش النعيم هو الانسان اللي بيكون لوحده بيحافظ على القوانين دي، اخلاق، رقي، تسامح، بيعفو، بيغفر. يوم ربنا يبدأ ينقله بقى من الأماكن اللي فيها لخبطة إلى الأماكن اللي فيها نعيم، أو حتى لو لم يستطع الانتقال لأنه لسه ما عندوش الوعي أو المعلومات اللي تساعده، ربنا هيخليه مستحيل يتم ضرره ولا مخلوق في الكون هيضره. كنت عايز أصبح عليكم وأروق عليكم دلوقتي وأسيبكم تستمتعوا بالمشهد ده. الشمس قربت تطلع اهي، هقوم بقى عشان اجهز عشان اسجل دلوقتي حلقة ان شاء الرحمن، حلقة من حلقات الفيديو.